كمان رمى الفوطه. وبما هناخد من كلامكم ان الشلماني رمى الفوطه ونروح للخبير التحكيمي الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. يا مساء الفل يا كابتن محمد. يا مساء الفل يا ابو حميد. يعني اداء بقى حكم النهارده وفي كذا لقطه وقفنا عندها، يمكن لقطه مطالبه كهربا بركله جزاء في الدقيقه 17 وركله الجزاء اللي اتحسبت لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، وبعض بقى الالتحامات اللي كان فيها انذارات مفيش انذارات. قول لنا رايك في الاداء التحكيمي النهارده والنقاط اللي انت حابب تقف عندها في المباراه. طيب هبدأ لك ركله الجزاء او المطالبه بركله الجزاء اللي انت اتكلمت عليها بتاع الكهرباء. احنا ما عندناش صوره واضحه توضح تفاصيل وجود اي مخالفه لهذه مطالبه الجزاء لفريق الرجاء. يعني احنا بنشوفنا الصوره من بعيد، ولكن هقول لك على حاجه. تصرف كهرباء مع الحكم واعتراضه عليه بالشكل ده، لو الحكم كان عايز يديله الانذار او هو متسرع في الانذار كان سهل جدا ياخد الانذار وكان هيكون مستحق نتيجه الاعتراض. لكن ما عنديش لقطه واضحه توضح ان في مخالفه حصلت او في شد او في دفع حصل. يمكن اللقطه كمان المخرج ما عليهاش، فما اقدرش احكم عليها ان في مخالفه. لكن بالصوره العامه اللي قدامنا اللي احنا شفناها الطبيعيه اللي بيستمر، حتى الحكم كانت اشارته واضحه وبيقول له قوم. يعني هو كان كويس. خليني اقطعك هنا كابتن محمد صلاح. يعني انا عارف طبعا انت تقول وجهه، يعني بتقول وجهه نظر القانون من خلال وجهه نظرك، لكن خليني اقول لك لا، في الدقيقه 16 الكره في شد واضح من وجهه نظري عشان بس نكون عارفين من لكهرباء. وعايز اقول لك النقطه الاهم كمان اللي ممكن ناخدها على التحكيم، ان اللقطه دي تحديدا لقطه بتستدعي ان انت على الاقل توقف ضربه المرمى عشان تراجع الكوره. لكن اول بتاعت الحكم، لا ملتهى مين؟ لا لا، دي حكم الفيديو هو اللي راجع، هو ما يطلبش المراجعه. يعني انا دلوقتي خلينا بس عشان نوضح للساده المشاهدين، انا دلوقتي كحكم ساحه الكره عندي فيها شك، مش هقول لا ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، مش من المفترض ان انا كحكم ساحه ان انا اهدي اللاعب ضربه المرمى، اشاور بتوقف ضربه المرمى، اشوف كلام المراجع حكم تقنيه الفيديو ايه القصه؟ يعني انا متهيألي ثانيه اسمح لي بس اقطعك احمد بس فضل. احنا الناس تفهم اللي بيحصل مظبوط في البروتوكول او اللي بيتم. تمام. حكم الملعب بيقوم بدوره بشكل طبيعي جدا، ملوش علاقه بحكم الفيديو نهائيا. لو في اي قرار مغاير لقرار الملعب بحكم الفيديو بيكلم الحكم بيقول له استنى ما تقلبش اللعب عشان انا براجع على اللعبه. لكن حكم الفيديو اداله كونفيرم يعني استمر اللعب، وهو بيتم المراجعه اوتوماتيك على فكره، واسمها مراجعه صامته عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي بيتم بالظبط. لكن اللي احنا بنشوفه هنا في الدوري اللي هو الحكم او اللي بتسمعه الحكم من الفيديو قال له والحكم ده قال له، الكلام ده غير صحيح ومش بيحصل. طب تمام يا كابتن محمد، خليني معلش انا اسف للمقاطعه، ولكن خليني اقول لك نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي كحكم تقنيه الفيديو، نبعد عن حكم الساحه خالص، كحكم تقنيه الفيديو شفت التحام حصل في اشتباه او مطالبه بركله جزاء، مش من البديهي ان انت تقول للحكم الساحه استناني 10 ثواني بس يا كابتن؟ اللقطه ما خدتش 3 ثواني. حكم الفيديو ملزم ان انا عشان استدعي الحكم لازم استدعيه في صوره واضحه بتفاصيل واضحه. طالما الصوره عنده مش واضحه وما عندوش تفاصيل واضحه هنا ما بيتمش استدعاء الحكم. خد بالك يا كابتن، انا مش بطالب دلوقتي بفكره، انا بتكلم في نقطه ابعد من فكره الاستدعاء، انا بتكلم في نقطه واضحه. ضربه المرمى ما خدتش ثانيتين واتلعبت، انا عندي هنا التحام داخل منطقه الجزاء، بغض النظر الصوره واضحه مش واضحه، على الاقل اراجع من خلال الصوره اللي توفرت ليا. المراجعه دي يا كابتن ما حصلتش. لا، ما هو ما ينفعش الصوره المتاحه ليا دي واضحه يبقى انا بستدعي الحكم، لو مش واضحه ما بستدعيش الحكم. يا كابتن محمد برضو انا مش بتكلم في الصوره واضحه ولا مش واضحه، انا بتكلم في لقطه حتى مخرج المباراه لم يعيدها، ولقطه فيها التحام. انا كحكم فيديو حريص على ارساء العداله، ارساء العداله هعمل ايه؟ استنى لا يستمر اللعب وابدا اراجع. ما لقيتش، اكمل بس وجهه النظر، ما لقيتش الصوره الواضحه اللي تخليني امنع ركله جزاء هقول له العب كونفيرم مفيش حاجه. هو اكيد راجع لكن ما عندوش تفصيل ولا حاجه. لا لا كابتن، لا يا كابتن، انا اصل اللقطه دي خد بالك اصل احنا وقفنا عندها في استوديو كتير يا كابتن، ما خدش ثانيتين، ما رجعش. استنى هقول لك بس اللي بيحصل. اتفضل. خلينا في الصوره اللي هي كانت قدامنا. لو حكم الفيديو استدعى حكم الملعب بهذه الصوره حكم الفيديو هيتوقف. انا مش بقول استدعى يا كابتن. هو اكيد راجع وعمل شغل.
تمام خلاص ماشي. هو كابتن محمد، كابتن محمد ايهاب المصري معايا. هو الحمد لله. هو كابتن احمد سامي بيقول لك هو ما لحقش، يعني هو ما خدش الوقت. انا بقى عندي نقطه ثانيه، انت بتقول كهربا يستحق انذار فيها، هو يعني كميه الضغط، يعني هو بيضغط على الحكم عالي جدا. احنا بعد كل كوره فيها شك او ما فيهاش شك من لعيبه الرجاء كان فيها اعتراضات كبيره جدا، اكبر من كهربا كمان، اكبر من اللي عمله كهربا مع لعيبه مع الحكم. يعني انا اتفضل هقول لك على حاجه من ضمن ايجابيات الحكم النهارده، ان هو لم يرضخ للضغوط. كلمك منتهى الامانه، حتى في انذاراته كان في انذار في الدقيقه 90 وكان في نص الملعب وتعطيل هجمه واعده كان لفريق الرجاء، وما يعني ما فكرش، والانذار كان مستحق. هو ما يعني ما عندوش الحته بتاعت الضغوط دي، وده طوال 90 دقيقه في اكتر من موقف على فكره. انا بكلمك اللي طيب عشان يعني عشان ما نستغربش في النقطه دي كتير. يعني انا يمكن مختلف مع كابتن محمد صلاح فتاح، وبشوف ان الحكم يعني ما اداش دور، لكن كابتن محمد صلاح فتاح طبعا رايه هو الخبير التحكيمي، وهنا بيقول ان انا شرحت لك التصريح اللي بيحصل، ان مفيش صوره واضحه تستدعي تدخل تقنيه الفيديو. طيب بالنسبه لركله الجزاء اليو ديانج مع مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، واللي تم احتسابها في نهايه الشوط الاول. لما هتشوف حكم الفيديو، حكم الفيديو لما استدعى معتز سليماني جاب له الصوره من كذا زاويه، ووضح له ان اليو ديانج ما وصلش الكرة وكان في مخالفه في قدم لاعب الرجاء، وهنا كانت المخالفه واضحه بشكل واضح جدا. واللي عايز اقول لك عليه ان معتز سليماني كان قريب جدا من الكوره، وده بان في وشه حتى ان هو اتضايق ان هو كان قريب جدا من اللعبه وما خدش هو القرار، ودي هيحاسب عليها عشان تبقى عارف ان هو كان قريب من اللعبه وان هو اللي ما خدش القرار. يعني وجهه نظرك ان ركله جزاء صحيحه، كان المفترض الشلماني يتدخل ويحتسبها لصالح فريق رضا. طيب لكن هروح لك بقى في التسجيل بتاع ركله الجزاء. كان في ركله الجزاء هنا كان يجب ان تعاد الركله، لان دخل اكثر من لاعب من فريق النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء، حوالي 5 لاعبين. كابتن محمد قبل والكره ما دخلتش المرمى، فهنا كان يجب ان تعاد هذه الركله. لا يا كابتن محمد، عايزين كل كتير علينا والله يا كابتن محمد. انا بكلمك يعني لو تشوف كابتن ايهاب المصري وبيقول يعني الشلماني رمى الفوطه ومنتظره الكابتن محمد صلاح فتاح، اعتقد انت جيت يعني. اتفضل يا كابتن، انت هون اتفضل. انا دي ردا على الكابتن ايهاب، بس انا بقوله هو لو هو بيرضخ للضغوط كان ممكن، يعني كان ممكن سهل جدا يعيد اللعبه. طيب ما انا هتكلم مع حضرتك بقى يا كابتن محمد. يا كابتن محمد تمركزه، بص انت كنت تمركزه في ضربه الجزاء كان سليم صح؟ وقريب جدا من الكوره وشايف. بس عايز اقول لك على حاجه، في اللحظه دي ممكن هو بعد ما قال يدان لحظه التلامس دي، هو ممكن تكون عليه راح في اتجاه تاني، ان احنا شفناه في ظهره وارد جدا، او ممكن تكون خاله يعني التلامس ده كابتن يعني محمد لو كان في منطقه جزاء الرجاء كانت اتحسبت؟ لو كان دي لو التلامس ده او الالتحام ده كان في منطقه جزاء الرجاء كانت اتحسبت؟ كانت اتحسب عادي سهل جدا. مش عارف. طيب تمام تمام كابتن، يعني خلاص يعني كابتن محمد عبد الفتاح جاء يعني ادانا واحده كده في المقص. انت ركله جزاء كهربا مش ركله جزاء، وانا مختلف مع كابتن محمد صلاح. ركله جزاء الرجاء انا اتفق معاك فيها، لان في لمسه ما بين، خد بالك انا قلت ما عنديش تفاصيل واضحه، ما عنديش تمام 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 تمام. اذا الحكم كان هو الاقرب، وفي حاجه كابتن محمد مساعد الحكم فين من لقطه زي دي؟ يعني مساعد الحكم فين من اللقطه زي دي؟ مساعد الحكم هو اللي بيأكد ان قرار الحكم سليم، لان هو كان اكثر واحد، واكيد حصل تواصل. طب اقول لك انا بقى كابتن محمد، انا اسف والله، يعني احنا النادي الاهلي هنا ممثل الكره المصريه، انا بقول لك مساعد الحكم ده في الشوط الثاني منح ركنيه على علي معلول، علي معلول لم يلمس الكره. منح ركنيه ماشي، فده مساعد الحكم اللي هو قراراته يعني واضحه، يعني ركنيه اعتقد انت فاكرها يعني. اللي لم تخونك الذاكره. اتفضل هقول لك على حاجه. في نفس الغلطه حصلت عند المساعد الاول، كان في ركنيه بتاعت مروان عطيه. تمام، بس انا هنا انا بكلمك في لقطه انت بتستشهد ان مساعد الحكم ده بياكد ان الحكم قراره صحيح، فبقول لك مساعد الحكم مش شايف ضربه مرمى من ركنيه. يا احمد انا مش معاهم في الملعب، لكن انا بقول لك على التواصل ولغه التواصل اللي بينهم. بتتم ازاي؟
انا بكلمك ازاي الحكام بتتواصل. فانت بتقول لي في ركنيه المفروض تتحسب، في ركنيه المفروض تتحسب. فانا بقول لك لا انا يا كابتن انا فاهم، يعني بس انت بتستشهد، انت بتستشهد انا بقول لك المساعد كان مصر يشوف لقطه كهربا، فانت استشهدت وقلت المساعد بياكد ان قرار الحكم من الساحه صحيح، فقلت لك لا المساعد لو هو مركز اصلا ما كانش يعني منحنا ركنيه، منح الوداد ركنيه، الرجاء ركنيه في الشوط الثاني، وهي لم تلمس عليه معلومه اطلاق. خلاص خلينا يعني ده راي خبيرنا التحكيمي طبعا، هو مش راي ده راي قانون، ما هو في النهايه ففي اراء قانونيه كابتن قالت ان في ركله جزاء لكهرباء، فهنا بنقول القانون دايما يعني ممكن بشوف القانون من وجهه نظري، احنا في كرات اكيد هنختلف فيها زي ما انا مختلف معاك دلوقتي وشايف ركله الجزاء. ماشي بس انا باكد لك باكد لك باكد للكابتن ايهاب الحكم من ايجابياته ان هو لم يرضخ لضغوط الاجوال. طب اهوله يا كابتن اهوله، يعني اللاعب الارتكاز رقم 6 ده اللي عمل 5 فاولات يعني هجمات واعده، ده ما كانش يستحق 3 انذارات من 5؟ ثلاث انذارات من 5 يعني الترد، ما الترد مرتين يا كابتن والله. يعني عايز اقول لك على حاجه، هو في بخصوص في لغط حاصل، يعني ان في لاعب خد انذارين، ما هو ده اهو، ما هو بعد ضربه الجزاء على فكره هو لغى الانذار. أيوة بالظبط، ما احنا عرفنا قلنا عشان ركله الجزاء والفاول كان بعد ركله الجزاء، لكن هو عمل هجمات افسد هجمات واعده كتير نفس اللاعب، وتاخر جدا الشلماني في ركله الجزاء. في الانذار اتفضل، عشان نكون امناء في الكلام ده. معتز الحكم الليبي كان بيسمح بالالتحامات بالشكل بالمفهوم الحديث في كره القدم، يعني في المباراه. لا هنا يا كابتن بالله عليك يا كابتن محمد، انا عايز اقلل درجات الاختلاف معاك وانت بتزودها لي، عشان اصل انا في جمل مش هعرف اعديها. لو هو بيسمح بالالتحامات حسب ضرب الجزاء لاليو ديانج ليه من الالتحام ده؟ لا بجد هو مش انت بتقول يا كابتن بيسمح بالتحامات؟ ما ده التحام بسيط جدا يا كابتن، التحامات مشروعه وده مش اتحاد، ده دي عرقله. ما لو عرقله واضحه كان حسبها يا كابتن من الاول وهو واقف، ده تمركز يعني مش اخطا، وانا قلت باول كلامي ان هو هيتحاسب على تمركز. طب انذار حسين الشحات يا كابتن محمد، انذار حسين الشحات ده ايه ده؟ انت لو تاخد بالك انذار حسين، انا عايز اقول لك بقى بخصوص انذار حسين الشحات، لو اللعبه دي عندنا في الدوري هتلاقي الناس كلها بتطالب بكارت احمر. طب ما هو طارق رجع ليه فيها في الفار، خلي بالك. لكن هي الفار ليه ده؟ حسين يا دوب عرقله. طب كابتن محمد، كابتن محمد صوره حسين الشحات كانت صوره واضحه؟ اه طبعا كانت واضحه. كانت واضحه؟ اه طبعا. ده انا هبعت لك صوره واضحه كمان عشان اكد لك على كلامي. يعني كان في صوره واضحه متوفره. ابعت له صوره كهرباء. وانا هبعت لك صوره كهرباء كابتن. تمام. يعني انت يعني تقييمك لحكم الساحه ان هو ادار المباراه من وجهه نظرك كده بكفاءه، ولم يسمح بالتحامات، وركله الجزاء كهربا في الصوره تؤكد عليها، وركله الجزاء الرجاء صحيح. تمام كده كابتن؟ بالظبط كده، وكان ادى مباراه رائعه رائعه كابتن. خلي بالك حط درجه صعوبه المباراه في اعتبارك. يعني درجه صعوبه المباراه لازم تحطها في اعتبارك ونجاحها. ما هي الصعوبه على الفريقين يا كابتن، ما هي الصعوبه على الاهلي وعلى الرجاء. لا انا ماليش دعوه بالفريقين، انا بتكلم درجه المباراه على الحجم، درجه صعوبه المباراه بتتمثل في نتيجه المباراه والاجواء، وده مباراه اقصائيه، فدي كل دي تتحط في الاعتبارات. تمام يا كابتن، تمام كابتن محمد صلاح فتاح، يعني بشكرك شكرا جزيلا، والاختلاف في الراي لا يفسد للقانون قضيه، مش وللود ايضا. شكرا جزيلا كابتن محمد صلاح فتاح المثير دائما للجدل، شكرا كابتن. يعني يمكن يعني خلاص راي خبيرنا التحكيمي، انا قناعاتي ان ركله جزاء كهرباء يعني اصعب من فكره ان انت ما تحسبهاش، حتى لو ما فيش صوره واضحه وهو ممكن يكون بيتكلم من خلال البروتوكول. لا انا عندي المفترض كحكم تقنيه فيديو عنده رغبه لارساء العداله ان هو كان واقف ضربه المرمى وفكر فيها، يمكن حتى هو لما انا قلت له الحكم المساعد قال ده دليل على قرار الحكم المساعد، الحكم المساعد ده حسب علينا ركنيه، يعني لاعب مهاجم الوداد الرجاء واضح قدامه وعلي معلول لم يلمس الكره، لكن خلاص دي اراء قرار التحكيم. ده انا قلت له ده انا مستني مستنيك يعني كان كابتن ايهاب وكابتن احمد مستنيين، لكن يعني الاستوديو مختلف عادي، ده طبيعي. لا انا مختلف جزئين ومتفق جزئين، انا متفق في حته بروتوكول الفار الحقيقه، يعني طالما الحكم لازم يحكم ويصفر كان ما فيش فار، فما يعرفش ايه اللي بيحصل، مش ينفع يستناهم في كل قرار. فدي جزئيه، هو لازم
لما هم يبقوا يختلفوا معاه في واحده من الاربع حالات المعروفين او المتعارف عليهم يبقى هنا يندهوا. فانا القصه دي طبعا محسومه، ولكن اعاده ركله الجزاء يعني انا برضو اكاد اكون متفق لو شناوي صدها بالظبط جت في العارضه او تلعب بره، في الحالتين دول حارس المرمى هنا لم يتدخل. خلينا اقول لك هو ممكن يفكر ازاي عشان برضو نقول يعني مش وجهه نظرنا، انا بالنسبه لي يعني فل قوي كده اللي حصل يعني. لكن عشان اقول لك هو ممكن يقول لك ما هو التدخل ده سمح ان انت تعمل الفولو وتشتت الكره، فاهم الفكره؟ فاهم الفكره. فده ممكن. خلينا نقول مبروك للنادي الاهلي، وخلينا نوضح بس لمستمعينا ان اي نادي يعني بيمثل الكره المصريه في البطولات الافريقيه كان هيكون ده رد فعلنا، كان هيكون ده تعاملنا. يعني كنا من وجهه نظر الاستوديو كان شايف في بعض التحامل شويه من حكم الساحه الشلماني، ولكن خلاص يعني حسم الامر الكابتن محمد صلاح فتاح. وايضا في اراء قالت ان في ركله جزاء للكهرباء، وانا بتفق مع هذه الاراء. نروح فنان بقى، نرجع بقى لماتشنا ونبارك للنادي الاهلي وجماهيره يمكن علي معلول خد جائزه لاعب المباراه، يمكن كان كابتن احمد نجيب وكابتن ايهاب المصري بيقولوا ان علي معلول ومحمد هاني قدموا مباراه كبيره، وانا الحقيقه شايف ان الاثنين عملوا جيم عالي جدا، وخاصه ان احنا لم نعتاد على علي معلول بالقوه الدفاعيه. هي دي بقى اللي خلتني افضله على محمد هاني في الاخر. هي دي الجزئيه. اتفضل يا كابتن. لا تمركزاته النهارده انا عمال بص انا بديكوا درار. لا ما انت خلاص مالك الاسيست. تمركزات علي معلول يمكن كان في تخوف الفتره اللي فاتت، ولازم علي معلول يريح ما ياخدش في الدوري، والراجل يديله راحه. الماكينه القديمه اللي بتمشي بالزين. وعلي معلول النهارده شخصيه اللاعب الكبير. شوف ممكن تحس اللي هو امتى بيعمل المجهود الكبير وامتى بيختزل مجهوده، بيطلعه امتى، بيريح امتى، بيقف امتى، يعني عارف هي دي اللعيب الكبير اللي انت يعني صعب جدا تلاقيه. يعني علي معلول النهارده في اوقات كتيره جدا حسين الشحات هو اللي بيقوم بالدور الهجومي. هو اللي بياخد الكره لان برده هو عارف في تعليمات واضحه من كولر انت ما تعديش مصيبه. وكمان ان حسين لو الكره لو علي معلول فضل رايح جاي رايح جاي والكره اتقطعت وتردت مكانه ممكن المجهود البدني اللي علي معلول ما يسافوش. لكن علي معلول شوف في اخر ربع ساعه مع نزول احمد عبد القادر علي معلول خد راحته اكتر كمان. طيب هل ده لوجود احمد عبد القادر ولا لانخفاض المعدل البدني وانخفاض حتى الاصرار عند لعيب الرجاء اللي حسوا ان الجيم مش جيمهم، خاصه ان في ركله جزاء قدروها وفي الدقيقه 74 كره داخل الست ياردة يعني اللي تعرضت من اليمين راحت للست ياردة والمرمى خالي وحطها خارج الملعب. الماتش انتهى، المباراه انتهت نفسيا بعد ركله الجزاء. خلص الماتش، خلص هم نفسيا ما خلاص هم بره الجيم تماما يعني. كان عندهم حظوظ طبعا، عندهم حظوظ في الشوط الثاني يعني في النهايه في ياما فرق رجعت في الشوط الثاني وسجلت، لكن هم من مباراه الذهاب وهم اثبتوا ان هم بدنيا قليلين وضعاف. ممكن النقطه اللي انت اتكلمت فيها فعلا القصه دي بالنسبه لهم يعني من المعتاد من الفريق اللي بيدافع بيتعب اسرع لانه بيطرد. احنا قعدنا نقول التغيير متاخر، لا مش متاخر، بس في النهايه هو شايف ان اللي موجودين في الملعب الاهلي بيعلى يعني حتى في وجود الشحات وبيرسي وكان الاهلي هجوميا افضل، بس قراراتهم كانت سيئه في الاخر. يمكن في اللقطه في الدقيقه 72 تحديدا المرتده اللي طلعت بشكل كويس جدا على بيرسي تاو قدر يوقف على الكوره وسنة ولعبها لحسين، حسين مع شريف، شريف لحسين تاني، كان هنا المفروض حسين يدي لحمدي فتحي برده. خلي بالك نزول شريف شريف ممكن ما يعني ما خلقش فرص، بس شريف كان له دور مهم. شريف ممكن يكون شرس اكتر من كهربا شويه، السرعات عنده كانت افضل شويه، لكن يعني انا بحيي كولر على التاوي يعني الاختلاف الكبير اللي فده بعد مباراه سان داون. هو استفاد بشكل كبير جدا 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 من مباراه سان داون. يمكن انا اتهاجمت، انا شخصيا اتهاجمت
لان انا طلعت في احد القنوات انا بعد مباراه القطن بعد مباراه سان داونز كنت ما كنتش متفائل بمباراه القطن الكاميروني لكن بعديها انت تشوف الاداء مختلف تماما من مباراه القطن لحتى قدام هذا شوف اداء النادي الاهلي عامل ازاي الثقه كلين شيت يبقى انت دفاعيا بتشتغل كويس جدا النهارده انت بتلعب فرقه كبيره زي الرجاء في ملعبها فرصتين محققتين بس في الدقيقه 28 في الدقيقه 75 اعتقد ده نجاح للمنظومه الدفاعيه اللي عملها كولر يبقى كولر اذا هو استفاد من اخطاء يبقى ده المدرب الكويس او ده يعني انت لازم تستفيد من اخطائك لو ما استفدتش من اخطائك يبقى انت يعني معلش يبقى انت عندك مشكله لكن هو استفاد من الدرس القاسي بتاع سان داونز دلوقتي هو بيوصل لنصف نهائي دوري الابطال وعنده فرصه كبيره جدا باذن الله اللي هو يتاهل للمباراه النهائيه فلازم نشيد بالراجل نشيد بالاداء الكبير جدا للعيبه كان يعني صفقات اضافت النادي الاهلي مروان عطيه يعني مروان بصراحه بقى اهم في خلال يعني وقت قصير جدا بقى اهم لعيب في منظومه النادي الاهلي ده حقيقي صحيح انا عايز اضيف نقطه بس في الجزئيه الهجوميه معلش ماشي قبل ما اسالك النهارده الاهلي لعب مباراه دفاعيه احنا متفقين طب تعالى نتكلم كده المحاولات الهجوميه اخبارها ايه هنا وهنا رجاء تخيل انت الرجاء راح كم مره الاهلي راح كم مره شوف انا لغايه الدقيقه 70 كده كان سبع محاولات للاهلي على المرمى مقابل سبع محاولات للرجاء ولكن كان واحده اون تارجت للرجاء بس اجمال المباراه 9 للرجاء منهم 2 على المرمى الاهلي 7 0 على المرمى وهي دي بقى المشكله الحقيقيه يعني الاهلي راح التركيز. لا 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 الله ينور اعلامي لا محلل دلوقتي محلل بقى خلاص بقى حاجه شبه كده بقى عارف يحلل ويقعد ما يعمل كل حاجه بعد كده اسال السؤال واحد واحد لبست ال 11 فانيلا فالحقيقه هنا مدرب وصلها صنعت فرص صنعت فرص وصلت وصلت عملت عرضيات عملنا دربلات الاهلي النهارده المراوغات الفرديه او لعيب الاهلي اتحطوا في مواقف فرديه اكتر من ده في الرجاء 19 دربل للنادي الاهلي منهم 10 صح بالمناسبه وسبعه بس للرجاء على قد ما الدريبلز الكتير حلوه تدل ان في انك بتلعب بس بيقول لك ايه ان اللاعبين المواقف الفرديه اكتر من المواقف الجماعيه فعدد لو كنت رحت رحت بس رقصت كتير اعتمدت على نفسك كتير حل فردي كتير اللي هو الدريبلز الحاجه الثانيه ما عندكش ولا محاوله اون تارجت السبب لان الرقمين دول رقمين يعني زياده عن اللزوم ايه ان عددنا قليل جدا انت طول ما انت زمايلك حواليك هتفكر انك تمرر بدل محل المراوغه بدل القرار الفردي لا انا عندي قرار فردي وعندي قرارين جماعيين تانيين عندي ان انا باصي واروح استلم الكوره واعمل 1 2 عندي ان انا ارجع ورا ونقف على الكوره ونطلع ما احنا قريبين من بعض زي ما حصل كده في مباراه الذهاب او في مباريات كثيره يعني النادي الاهلي مع مارسيل كولر فدي السلبيه السلبيه الثانيه انك لما بتوصل للجول بالحل الفردي خلاص انت مش قادر انت تعبت لانك بذلت مجهود كبير جدا عشان تتحط في وضعيه سانحه للتسديد انك تعمل محاوله بس للاسف تركيزك بيكون قل لانك فعلا عندك مشكله من استنفذت مجهودك فبتبقى المحاوله اوف تارجت شفنا بتاعت حسين الشحات اللي شاطها شوطه حلوه قوي يمكن كان في اخر ربع ساعه ما يخرج على طول بس قبلها مجهود بدني والكره تحت رجله ويمين وشمال ويجي من الخط ومش عارف ايه في العادي هو هيستلم الكوره اصلا من المكان اللي سدد منه لكن هو فيقدر انه يسددها بتركيز اكبر فممكن تبقى على الاقل اون تارجت بلاش تخش هدف لكن هو قبل الكره عند رجله كام ثانيه بيبذل بيها مجهود بدني كبير قبل ما يسددها على المرمى 5 6 7 ثواني فعلى ما وصل بعد المجهود البدني والاستنزاف البدني ده كله بقى وذهني كمان عشان يبقى محافظ على الكوره بقى صعب قوي انه يقدر يحطها اون تارجت قرارات بقى كهربا لما يلاقي قصاده نص ملعب بحاله فاضي فهم شايط من نص الملعب بالظبط وبيرسيتاو بيرسيتاو كذلك عملها ان نص الملعب كله فاضي فالعدد هجومي عشان سمعوني لما انا قلت الزنيتي بيتقدم كتير فكون ان عندنا عدد هجومي قليل كنا دي سلبيه خلتنا ما نبقاش شارب اكتر ما نبقاش عندنا الحده الهجوميه الكافيه ان نستغل بيها عدد مرات الوصول ولجأنا للحلول الفرديه بس هل ده وحش قوي لا الحقيقه هو ده النص الثاني من الكوبايه بتاعت انك بتلعب جيم بيضغى عليه الصبغه الدفاعيه فلازم نبص للصوره كامله ما كنتش افضل حاجه هجوميه لكن كنت ممتاز تميز دفاعي كبير جدا فالمحصله في النهايه تأهل مستحق 100% تمام بس هنا هاخد بقى السؤال لفلسفة مارسيل كولر يمكن كابتن إيهاب المصري قال لك إيه اللي هو اتغير من بعد مباراة سان داونز وأنا شايف ده الحقيقة كنت شايف إن مباراة ريال مدريد أغرت مارسيل كولر في إنه يقدر يلعب ويفتح خطوطه قدام أي فريق لما واجه سان داونز اصطدم بحالة لا رجعته الأرض الواقع تاني خاصة إن هو التصريح اللي كنت هسأل فيه نجيبه كابتن إيهاب هو تعقيبا على كلامك ان هو لما تسأل ليه ما تلعبش بثلاثة بوسط الملعب لو تتذكر قال انا مش مدرب جبان انا مش بقدر العب الكرة دي فدلوقتي لما تيجي تشوف المباراة دي خليني اقول لك برضو ان المحاولات اللي كانت على المرمى النادي الاهلي ما فيهاش اي خطورة اللهم الا الزيادات اللي كانت في اخر ربع ساعة لما فريق الرجاء خرج بره الجيم
والمحاولات بدات من عند محمد هاني وقدر الزنيتي يتعامل مع العرضيات وما كانش في زياده بتقطع العرض القريب. خليني انا اسالك، طب ما انا برضو وصلت المرحله، لا انا فلسفتي اتغيرت تماما والقصه مش قصه جبن وضعف قد ما هي قصه دلوقتي انا عايز ايه من المباراه مهما كان الفريق اللي قدامي. ادابتيشن، تكيف. انا لازم اكيف اموري على الظروف المنافسه اللي انا بلعب فيها. قد يكون اللي هو بيقوله ده مناسب في طبيعه منافسه اخرى، قد يكون في طبيعه منافسه كوميرشال، منافسه احتفاليه، منافسه تجاريه زي بتاعه ريال مدريد وفلامينجو كده وكاس عالم الانديه، يقول لك كلنا نهيص وننبسط ونقدم كره حلوه. انا كسبت خسرت كاس عالم الانديه ما حدش هيطالبني بحاجه. ولكن لا ما اكمل بيها في مباراه صن داونز. ولكن ما انا جاي لك، ولكن ما انا استدركت اهو. ولكن ان انت تاخد ده وتلعب بيه على المستوى التنافسي الاهم او الاصعب في القاره اللي هو البطوله القاريه مع الفريق الافضل من سنين، يعني ياما شفنا فرق كتير بتكسب دوري ابطال افريقيا، ولكن نسخه صن داونز الحاليه نسخه تقيله فعلا، نسخه تقيله قوي قوي على المستوى الهجومي والدفاعي. مدرب واعي جدا، يعني مدرب بيكسب اربعه بره بيعتذر يعني هو مكسبش. هو مدرب واعي كمان، قادر امتى يقفل وامتى يلعب تحولات وامتى يمسك كوره. ما شفنا صن داونز يلعب كوره ممكن تبقى شويه احلى من شفناه النهارده، بس بلا وعي خططي كافي. يا شفناهم بيتغلبوا السنه اللي فاتت وقاعدين نسخ دور مجموعات هايل، بس يخرج من بترو اتلتيكو بحاجه باخطاء غريبه جدا وعدم تركيز. شفناه مع بيتسو موسيماني يكسب بطوله مره وبيخرج منها كذا مره، حتى البطوله اللي كسبها كان خرج منها قبل كده باخطاء اداريه، يعني بص باخطاء اداريه. فالحقيقه لكن انا شايف دي النسخه الاكثر تكاملا من صن داونز على الصعيدين المهاري والفني جوه الملعب، وعلى صعيد القياده الفنيه كمان من المدرب بره الملعب. فكان صعب ان بافكار مارسيل كولر الغير مناسبه للمنافسه الافريقيه ان ناخدها اواجه بيها صن داونز بالطريقه دي. كان المفروض ان هو يشم ده كده او يحسه من مباراه الذهاب، مباراه 2-2 كان في نقص خطر كبير في ماتش 2-2 المباراه اللي كانت في استاد السلام هنا الاولى في القاره، بس هو ما انتبهش لده. والدنيا يعني قال لك خطأ فردي خطأ فردي مش عارف ايه، ولكن فيجب ان انت تبني منظومه دفاعيه. لعب مباراه امام صن داونز وتحديدا يعني قصه الريمونتادا دي كلام قويه فعلا، صحيح يا صن داونز صحيح، بس انت لازم تبني منظومه دفاعيه تقدر تستوعب الاخطاء الفرديه. اي فرد يعني ياسر ابراهيم مش لعيب جامد بيغلط، اي مدافع الحقيقه، اي بلاش ياسر عشان ما اسميش حد لاعب مباراه كبيره النهارده وكل حاجه. لا خلينا لك إيه؟ المنظومه القويه، المنظومه القويه تزارع لعيبه الافراد من عاد من اليو ديانج. اليو ديانج ماشي. المنظومه القويه الدفاعيه القويه تدارع عيوب الافراد مهما كان الفرد مستواه ضعيف او متوسط او تحت المتوسط، صنفه زي ما تصنفه، بس طول ما المنظومه كانت قويه مساحاتها قليله. بلاش هنطلع فاكر منظومه كارلوس كيروش، اي حد يلعب فيها هتلاقيه نجم، هتلاقيه متصيط، هتلاقيه فظيع. انت طول الوقت في 30 متر الاخرانيين بتدافع مش عارف ايه، مستوى الحقيقي لعيبتك يتكشف لما 2 3 لعيبه يروحوا بقى ال 30 متر الهجوميين، وتلاقي نفسك مطالب بكرياتيفيتي ومطالب بحلول فرديه، ومحدش بيعرف يرقص، محدش بيعرف يجري، اللهم الا محمد صلاح اللعيب الوحيد اللي اخذ ما يكفي من جرعات تدريبيه تقدر تكون لاعب، الباقي كله زي ما تيجي. طيب فعندك مشكله، لازم انت تقيس طبيعه المستوى التنافسي اللي بتلعب فيه وبناء عليه تقرر انت هتحقق هدفك ازاي. مارسيل كولر ما كانش بيعمل ده مؤخرا الحمد لله، زي ما كابتن ايهاب تفضل وشرح بدا يعمل ده وشفنا اثار ده النهارده، واظن لسه رغم كل شيء انا مش عايز اوصل في النهايه ان شاء الله ربنا يكرمنا، بس مش عايز اوصل نقابل صن داونز تاني يعني. هو خلاص الظروف خليها هشجع الوداد بقى في السيمي فاينل. بس اقول لك حاجه، اعتقد لو يعني ان شاء الله بنسبه كبيره هيتكرر النهائي، يعني هيتكرر وهو ده الاقرب، هو الاهلي وصن داونز هيتكرر. يعني طبعا مباراه الترجي وفريق الترجي، يعني اذا لم يكن في الامور امور في تقرير حكام المباريات انت هتلاعب الترجي، والترجي ند قوي لا يستهان به، ولكن احنا بنقول من اللي شفناه خلال تحديدا بقى دور الثمانيه، سيبك بقى من دور المجموعات اللي هي بتدي بعض الاوقات نتائج زائفه زي ما نجيب اتكلم وقت اختيار الرجاء اللي حصلت هنا في مباراه المحل. اعتقد كنا بنتكلم في مباراة المحلة وهو أكد على فعلا الرجاء، وقال الرجاء مختلف تماما في المجموعة. مباراة الترجي لم تنتهي لأن الشبيبة تعادل، واحنا حاليا في الدقيقة 90 أو الدقيقة 91 يعني 1-1 وفي الدقيقة 91 معرفش حسب وقت قد إيه طبعا. يعني لسه المباراة معلقة، بس برضه من نتائجه يعني اعتقد ان الترجي برده مش هو النسخه الاقوى. بص يعني وجماهير النادي الاهلي من قبل ماتش الرجاء وبدات تقول اصابات وحمد الهوني انا فاهم ان انت لازم عندك مرحله تعديها الترجي، ولكن مواجهه صن داونز خد بالك هو فريق قوي، واضح جدا من الثمان فرق ان مفيش اقوى فرقتين قالوا صن داونز صحيح، لكن في مشكله عند صن داونز لا يتخطاها دائما وابدا الوداد. هي الوداد يعني برغم ان الوداد امام سيمبا امبارح ما عملش، يعني كان المفترض يفوز 2، لا اعتقد ان هو كان ممكن يخرج بره وصعد بركلات ترجيح، فالامر كان صعب جدا على فريق الوداد. لكن خليني قبل ما اروح لنسبه الاحداث وخلينا في المباراه دي، خليني برضه اطرح لك وجهه نظر بعض الجماهير اللي ممكن تطرح سؤال
هو ليه النهارده اتاخرنا في التغيير، وليه الماتش اللي فات امام نفس الرجاء اتاخرنا في التغيير، وليه واخدين ريسك اننا ممكن نستقبل هدف في اي وقت بدون اجراء تغيير في ارض الملعب. بس خلي بالك يمكن احنا انتقدنا التوقيتات، لكن شوف التوقيتات المباراه اللي فاتت صنعت الفرق، توقيت النهارده صنع الفرق، اداك الافضليه. شوف نسبه الاستحواذ قبل ونزول عبد القادر وشريف وطاهر كانت 26% اعتقد، او يعني كانت نسبه كان 38، لكن بعد نهايه اللقاء انت نسبه استحواذك اعلى، لان انت توقيت نزول طاهر وعبد القادر زي ما كابتن احمد اتفضل قال، احنا بنتكلم ان معدل اللياقه البدنيه عند فرقه الرجاء ممكن اخر ربع ساعه مع الاحباط النفسي والحاله النفسيه اللي عندهم ممكن يديك انت الافضليه الهجوميه. يمكن احنا واحنا بنتكلم قلنا ان ده التوقيت اللي النادي الاهلي ممكن يكسب بيه كمان اللقاء، يعني النادي الاهلي لو كان في شراسه اكتر، في رغبه اكتر عند اللاعبين ومصدقين نفسهم ان هم يقدروا يكسبوا فرقه الرجاء، كانوا يقدروا يكسبوا فرقه الرجاء في اخر ربع ساعه واخر 10 دقائق. عشان بس نكون كولر راهن على الوقت، وراهن على الوقت لان معانا نتيجه وافضليه في مباراه الذهاب 2-0. تمام، يعني دي لو مباراه ذهاب وكانت بتتلعب في المغرب زي ما هتكون مباراه الذهاب الترجي في تونس، انت هنا مفيش رهان على الوقت مع ان معنويات المنافس لسه لغايه اخر دقيقه هو شغال في هو النهارده واضح النهارده هو مذاكر وعامل سيناريوهات بالظبط، وعامل سيناريوهات للقاء ازاي مرتبطه بالماتش ازاي مرتبطه بالنتيجه، لان النتيجه اكيد المباراتين ده شوط اول وشوط تاني مرتبطين ببعض. فهو النهارده استفاد من المباراه الاولى بشكل كبير كمان، يمكن المباراه الاولى النادي الاهلي شايف ان النهارده اداؤه فنيا مجمل افضل من المباراه الاولى، يمكن تفوق المباراه الاولى بهدفين، لكن النهارده لا، انا شايف اداء النادي الاهلي النهارده والالتزام الخط داخل الملعب والمسافات القريبه ما بين الخطوط، احنا شفنا المساحه ما بين حمدي ومروان وديانج وهاني ومعلول ما فيش اختراقات من العمق، ما ده تمركز سليم لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لا بيقدم مباراه تكتيكيه عاليه جدا، بيقدم ازاي ثلاثي خط الوسط بيتحركوا مع بعض بتحرك عرضي بشكل كويس جدا، بيعملوا بيقفل ازاي مع الباك بتاعه. لا النهارده النادي الاهلي عمل جيم كبير جدا يستحق عليه الصعود، يستحق عليه التاهل، يستحق عليه الوصول للمباراه النهائيه كمان ان شاء الله باذن الله لو كمل بالاداء ده والروح دي. لان النادي الاهلي لما لعب صن داونز خلي بالك بعد كاس العالم للانديه كان في فتره دايما النادي الاهلي بيتاثر بعد كاس العالم للانديه، بيتاثر بانخفاض المستوى البدني والذهني والفني بعد كاس العالم. لا وكمان لعب ماتش المقاولين لو تتذكر يوم 3 وسافر يوم 4 لعب يوم 7 اعتقد في حاله الوصول للمباراه مباراتين. بس انا بكلمك بقى دلوقتي انت يعني ماشي فيه خلاص في النوك اوت مفيش مباريات محليه ما بين لا لا انا مش عايز اصدمك ولا كابتن حاج عامل كان معايا وقال ان في بين مباراه طيب الترجي في كاس مصر. ايوه بس انت بس كاس مصر ممكن انت بنسبه كبيره 16 من 18 فريق يلعبوا مع فرق من الدرجه الثانيه يوم الاثنين القرعه بالظبط يوم الاثنين القرعه الساعه في اتحاد مصر كرة. بس يعني خلينا برضو انا بكلمك ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في النسق بتاعه ده نسق تصاعدي فني كويس قوي. النادي الاهلي مختلف عن مواجهه صن داونز الاولى، مش احنا مش عايزين نسبه الاحداث، بس انا بكلمك النادي الاهلي ان شاء الله لما يوصل عشان يلاقي صن داونز هيكون مختلف تماما عن المباراه اللي لعبها مع صن داونز في دور المجموعات. المباراتين هيكون شكل صح. مختلف فنيا وبدنيا وذهنيا وكل شيء. تمام صح. كابتن نجيب اقول اتفضل انت بتيجي عند السؤال انا عايز اسالك. لا 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 انا كنت لا 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 كمل كمل عايز اتكلم احط دي في دي مالك لا انا هتصرف. لا اصل كنت اسالك ان المباراه اتلعبت مباراه ذهاب وكل مدير فني ذاكر الماتش كويس بتاع مباراه الذهاب وبدا يشتغل وواضح شغله من التشكيل الاساسي في مباراه العوده، فهتلاقي النادي الاهلي بدا بياسر ابراهيم على حساب متولي وبدا بحمدي فتحي اساسي على حساب عمرو السولاي، على المقابل منذر الكبير بقى هو اللي عنده الازمه هو اللي عايز يرجع في المباراه، عمل اربع تغييرات على التشكيله الاساسيه لفريق الرجاء البيضاوي المغربي. شايف مين اللي قدر يطبق افكاره بشكل سليم بغض النظر عن النتيجه؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو فريق الرجاء اصبح اخطر من المباراه الذهاب فمنذر الكبير حاول ان هو يصح من اخطاء. اما بالنسبه للنادي الاهلي دور ياسر ابراهيم وخاصه لما اتكلمنا قبل المباراه قلنا مش هنلعب بالضب وده ظهر جدا ما لعبناش بالضب. طيب منذر بس عشان نبقى منصفين برضه عمل اربع تغييرات منهم واحد بسبب خناقته مع النهيري فهو مضطر له تمام اللي هو عبد الله المذكور تمام ومنهم واحد المكعازي اللاعب الاساسي استرجعه رجع خلاص كده تمام بقى الاثنين اللي بمزاجه السنتر باك اللي هو المقدم والجناح اللي هو نوفا الزهروني الزهروني بالظبط كده فبقى ده وده هم دول اللي بمزاجه
ليه دول؟ لان كان حركاس عامل له مشاكل دفاعيه كبيره، مكاشف خط الدفاع، كان بيكشف خط الدفاع. يمكن بقول لك ان الترجي كسب خلاص تاهل يعني. انا مش عايز اقطعك بس لا ولا يهم، بمتص انا الحاجه دي. حركاس كان عامل له مشاكل كبيره في خط الدفاع، فهو الراجل كان لازم فعلا، كان لازم فعلا يغيره. وقد يكون حركاس نفسه قليل حاجه كده. تفترض ان انت لعبت الذهاب هناك بياسر ابراهيم، فهتيجي تختار هنا متولي، لان متولي انسب انه يلعب الجيم اللي على ارضك وياسر يلعب الجيم اللي بره. فبرضه تغييره تناسب اختلاف طبيعه المباراه. التغييره بقى اللي هي الفنيه، الفنيه فعلا انه يستغنى عن زكريا الحطي ويدفع بنوفل الزرهوني. دي التغييره اللي ممكن، لان نوفل الزرهوني عمل جيب كويس قوي، وكان هو الاكثر تمريره وصناعه الفرص، وانا شفت هو اكثر لاعب مميز فيهم النهارده. فالحقيقه ان التغييره دي فعلا تغييره مؤثره. يمكن زكريا على فكره شارك قصاد الاهلي السنه اللي فاتت في مباراه العوده اللي انتهت 1-1، ونزل كان اخر تغيير ليهم. هو لاعب صغير لسه طالع يعني من او لسه مش عارف طالع من ناشئين او جايبينه صغير من نادي تاني، بس هو لاعب مهاري، وهي دي ميزته بقى. هو لاعب مهاري جدا، بس عنده مشكله كبيره، انا ما بعد المراوغه هعمل ايه؟ فهو قراراته سيئه. وانا استغربت، يمكن هو كان متخيل، بس هو برضو زكريا مناسب في جيم تحولات اكتر، نوفل مناسب في جيم في استحواذ، انه بيعرف يصنع فرص في اللعب من الاوبن بلاي وصاد فريق تنظيمه الدفاعي متاخر زي ما النادي الاهلي عمل النهارده. فالحقيقه الراجل قدر يتعامل مع مجريات الجيم كويس، بس في النهايه كواليتي افراد الاهلي سواء اللي شاركوا المباراه الاولى او اللي شاركوا المباراه الثانيه بعد التغييرات افضل من كواليتي افراد الرجاء. وكمان كواليتي الجهاز الفني او الجوده بتاعه الجهاز الفني، العناصر اللي فيه افضل من الجوده الموجوده في عناصر الجهاز الرجاء، بدليل المستوى الفني والمستوى البدني للاهلي. يحط تحت البدني دي 100 خط. انا عايز اساله انا بسؤال، ده الجهاز الفني الثالث للرجاء السنه دي، فدي مشكله كمان الرجاء يعاني منها الحقيقه. بص انا ما كانش بدلاء الرجاء، انا عايز اسالك بقى السؤال دلوقتي كده. التصريح، انت التصريح اللي احنا كنا فيه اختلاف على الكلام 3-0 بتاع 3-0، انت كده توديه فين؟ انا ما زلت عند رايي ان الراجل بيحاول لا 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 لا, 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 لا بالعكس، انا كنت مبرر اصلا. انا استنيت بعد ما اتكلمنا نقطتين، قلنا هل الراجل بيضغط على اساس ان هو بيوصل رساله ان انا بلعب على 3-0، ولا الراجل فعلا ما هو ما قال لي ان هو بيشيل الضغوط شويه على عن نفسه وعن فرقته. يعني عارف المدربين الاجانب دايما يطلع بحاجه ساركازم كده او فيها شيء من السخريه في وسط الكلام الجد، فيقول لك لا ما الاهلي عادي وسهل ممكن يتغلب، ده اتغلب حتى من المصري 3-0. يعني انا ما اظنش، انا ما اظنش الراجل ده عنده 1% عدم ادراك ان الاهلي ما لعبش الماتش ده. انا مش قادر يعني، هو ده مش قادر، لكن انا بقول لك مباراتين هو اصلا هو منظر الكوبايه عنده مع المدرب. يا جماعه ما هو الخامس او السادس في الدوري المغربي برضو بالسكواد ده، فانت عايزه يعمل ايه قدام الاهلي؟ يعني هو منافس على قده فعلا، يعني هو منافس متواضع. انا تمنيت الرجاء، انا من دي وانا بتمنى الرجاء. طب انا كنت بتمنى الترجي وهي جاي الترجي بس الحقيقه الترجي اللي احنا نواجهه دلوقتي افضل ما كنا نواجهه في دور الثمانيه. بدا يفقد لاعبين مؤثرين للاصابه، فقد رياض بن عياد، فقد رياض بن عياد من كام يوم، وموسم رياض بن عياد انتهى خلاص، المهاجم الجزائري. فدي نقطه ثانيه، وكان في وحمد الهوني كمان فقدوا قبليه، فدول اثنين لاعبين مؤثرين جدا، اصل الاثنين موسمهم خلص. اللي حصل في الماتش النهارده كمان بيقول ان في يعني في احسن الاحوال ان المباراه بدون جمهور بالظبط بعد الاحداث اللي حصلت. الصور منظر الصور والاصابات مرعب، يعني مرعب صعب جدا. لو الترجي صعد ومفيش اي تقرير ادان الترجي باي نتيجه، وانا عشان اكون امين معاك مع الاتحاد الافريقي الترجي وداد، الترجي صعد خلاص خلص. لكن انت شايف التقارير وشايف الصور وشايف الفيديوهات. اسمع مني، انا راجل قديم ومدقدق خلاص، بس لازم بس اقول حاجه، يبقى لازم النادي الاهلي برضو يتحرك اللي انت انا في تهديد وفي واضح ان في مشاكل هناك، فده طبيعي جدا. عايز اقول لك ان كمان لازم اتحاد الكره يتحرك لازم، لان ده ممثل كره القدم المصريه مع بيراميدز في الكونفدراليه لسبب بسيط جدا. وديع الجريء لما كان رئيس الجامعه التونسيه والاتحاد التونسي لكره القدم في مباراه النهائي 2018، هو اللي اعترف اعتراف واضح وصريح ان هو اللي جاب ايقاف لوليد ازارو لو تتذكر. هو كان المهاجم الاساسي للنادي الاهلي قبل مباراه العوده، وجاب ايقاف اللي هو ما ينفعش تلعب عليه، تعمل استئناف، الموضوع انتهى. انت بتتكلم في نقطه، لازم ككره مصريه او اتحاد او منظومه رياضيه في مصر لازم يتحركوا من دلوقتي. وانت تظن ان هم هيتحركوا؟ لا لا، هو مش هيتحركوا غير لو الاهلي نفسه لازم. الاهلي بعت بقى جواب ايا كان شكل التواصل، بعته اتحاد الكره، وهنا اتحاد الكره مجبر انه يخاطب الكاف. انت في النادي بيخاطب الكاف عن طريق الاتحاد المحلي. خليني اقول لك وجهه نظر ثانيه، ممكن النادي الاهلي واضح جدا علاقاته الطيبه مع فريق الرجاء والاتصالات المتبادله بعد قبل مباراه الذهاب بين ما يتكلمش في اي حاجه الرجاء. احنا مالنا من الرجاء خلص الترجي بقى اكمل لك. ما هو ده الانطباع اللي ادهوني في الرجاء الشقيق بعد ازمه الهلال السوداني. انت بتلعب دلوقتي على تحسين العلاقات مع الانديه، فهو ممكن النادي الاهلي يقول لك ايه، انا هنتظر الكاف بدل ما انا ادخل بشكل واضح يعني يثير
فريق الترجي ضدي او ان انت واخد موقف الترجي فممكن ينتظر الكاس. احنا قدامنا 13 يوم على الماتش. انا بشوف 13 يوم يتلعب 13 يوم برضه خلي بالك انت فيهم داخل على بطوله كمان 3 4 سوبر وبعدين تلعب حاجه في الدوري المحلي هتلعب حرس هودي يوم 9 لا الدوري المحلي فبرضه انا شايف ان الانتظار ما تنتظرش حد يعني ليك حق سعاد عشان حتى لو اللي انت منتظره ده بيفكر ان يعني والنقطه هتفرق معاك جدا طبعا لما تلعب في تلعب ترجي فرادس من غير جمهور او بعدد جماهير قليل كمان اعتقد يفرق معاك. انت عندك اكتر من واقعه ممكن تستند عليها، الواقعه الاولى واقعه نهائي، والواقعه الثانيه الهدف محمد شريف لما بس هي ما فيش اكتر من دلوقتي ده خلاص. لا هو الفيديوهات والصور اللي بتنزل دلوقتي على السوشيال ميديا اعتقد صعبه جدا ان الاجواء هناك واضح ان هناك في مشاكل كبيره جدا، واعتقد ان شبيبه القبائل هيتحرك. خلي بالك ان شبيبه القبائل النهارده مش هيعدي الموضوع كده، اعتقد برده هيبقى في تدخلات وهيبقى في حتى لو مش هيحصل اي قرار بس هو هيتحرك. شبيبه القبائل اولى من الاهلي على التحرك. انا نسيت انا خرجت من الصعود. شبيبه القبائل هيتحرك اكيد. الجمله اللي كنت عايز اقولها اخيرا يعني ان كنا النهارده تحددت خلاص اخيرا. لا لا فردي على السؤال يعني فردي على السؤال يعني الحته اللي كنت عايز اضيفها هنا يعني يبان بقى تفوق الاهلي على الرجاء ازاي، انك فعلا كواليتي احسن جوه الملعب وبره الملعب. النهارده لعبت كنت عارف انجاز التعبير عن الكلاحه الكرويه، انت كنت كلح كلاحة شمال افريقيا يعني قدرت انت تاخد الدور اللي كبران بيلعبوه معاك طول عمره، يلعب معاك يوقف الكوره يموت اللعب يوقع رتم الماتش مضيق مساحات واقف تحت الكوره مش ههاجم جات لي واحده كده جات ما جاتش مفيش مشاكل لان انا عارف كويس انا عايز من الجيم. انت مسافر المغرب عايز ايه من 90 دقيقه؟ حاجه واحده بس 90 دقيقه تعدي بالظبط، بس تعدي ولا عايز تجيب جول ولا عايز تصنع فرصه، هي تعدي زي ما احنا نازلين 0-0 زي الفل. انا عايز اتعدي 0-0 عشان تعدي 0-0 لازم اكلح، لازم ارخم منك انجاز التعب بلغه الكوره بلغه طبعاً الكوره يعني. بلغه الكوره طبعا، فلازم ادمي تقيل جوه الملعب، ما تلاقيش مساحات، تلاقي كل كوره هعمل مش هعترض بس يعني ايه هروح الحكم احاول اضغط عليه، ما نجحناش قوي في دي وهم كانوا اشطر مننا فيها، بس على الاقل يعني اهو حاولنا يعني كهربا حاول في واحده ثانيه كمان اللعيبه ما اتعصبتش وده شيء ايجابي جدا يعني حتى بعد احتساب ركله الجزاء عشان مجهزين بقى بالظبط. هي دي نقطه مهمه الجيم النفسي اللي اتعمل، وهنا في نرجع لدور المؤهل النفسي اللي مع الفريق. يعني في اوقات كثيره جدا كنت ممكن تلاقي الفرقه وفي ركله جزاء بتحسب عليها والركله فيها وتقدر تتكلم والكلام ده كله وتقدر تعترض، كانت الامور هاديه جدا عند لعيبه الاهلي كانوا فضلوا مركزين في المباراه. معيد نفسي ومدير فني ده برضه خلي بالك ده يعني انا برضه المعيد النفسي ليه دور مهم جدا، كنا بنقعد نتريق في اوقات كتيره وفي ناس بتقلل من الدور الكبير اللي بيبقى فيه ليه معيد نفسي اللعيبه لكن ده دور مهم جدا. يعني السفر بدري للنادي الاهلي قفل على نفسه بشكل كبير جدا، فصل نفسه عن الدوري المحلي وعن اي احداث بتحصل في الكره المصريه، ركز في مهمته بس. اكيد كان في جلسات للمعيد النفسي مع اللاعبين، كولر اكيد كان ليه دور كبير جدا مع اللاعبين وهدوءه. خلي بالك برضو اللاعب بيستمد دايما هدوءه وثقته من المدير الفني. كولر واقف على الخط هادي مش منفعل مش عصبي، فمدي الثقه للاعيبته، تدخلاته حتى واضح اللي هو بدا يسيطر على النادي الاهلي، بيسيطر على اوضه لبس النادي الاهلي، بيسيطر على كل حاجه داخل النادي الاهلي، ودي هتفرق معاه كتير جدا. النهارده هو مش فارق معاه مين قاعد، النهارده المباراه الثالثه على التوالي اعتقد او الثانيه قفشه ما بيشاركش، الرابعه ما فيهاش اي مشكله. هو الراجل مصلحتي وهدفي اللي هينفذ لي شغلي واللي هينفذ لي تعليماتي وهينفذ لي التكتيك اللي انا عايز داخل ارضيه الملعب، هو اللي هيلعب، هو اللي هياخد. الناس انتقدته لما بعد الموقف اللي حصل مع احمد عبد القادر، احمد عبد القادر موجود ان هو شايف ان احمد عبد القادر بينفذ له القصه في الشق الهجومي، بينفذ له متطلباته. لكن لما لقى حسين، لما عبد القادر بعد الموقف جت مباراة المحلة او مباراة فاركو ما عداش بشكل كويس، وحسين دخل وركب بشكل كويس جدا وهو بقى ليه الافضليه، خلاص حسين بياخد وده الطبيعي في الكوره. عايز اسالك على حاجه، اتفضل. اللاعب يعني نقطه مهمه سمعتها ان اللاعب دايما يقدر المدير الفني اللي طول الوقت عنده محتوى، طول الوقت بيضيف للاعب، مش كل مره بيخش يكرر نفسه، مش كل مره بيخش يقول نفس الكلمتين ونفس الموضوع، لا النهارده هلعب مع الرجاء قصه مختلفه تماما، هعلمك حاجه جديده، اوريك حاجه انت مش شايفها ولا تعرفها عن الكوره وعن التكتيك، هلعب الوداد غير، هلعب سان داونز غير، هرجع العب في الدوري المحلي، هعرف اخرجك من ده. والحاجه الثانيه انه يدي كل لعيبه حقها، يعني كله بيشارك، مفيش حد في سكواد النادي الاهلي ما شاركش، فكلهم بيشاركوا، كلهم بيشاركوا بالدقائق اللي مستواهم يستاهلها فعلا يستحق بيها، وفي نفس يعني الاضافه المحتوى والعدل، انا صاحب محتوى وفي نفس الوقت عادل. اما ده بيخلي اللعيب اللي بيبعد فتره طويله بينزل بيأدي. رامي ربيعه بعد فتره طويله نزل لعب
يعني كان في اعلى مستوياته قبل الاصابه. ياسر ابراهيم النهارده انت بتجيبه في مباراه صعبه، وياسر ابراهيم معتادين عليه يعني، يمكن كارلوس كيروش جابه في مباراه السنغال يعني من الدار للطاهر، يمكن احنا كنا عاملين نقول طاهر بعيد، بس طاهر حتى الوقت من المرات القليله يعني انا ممكن الاقي شاله كبيره بطاهر. ليه؟ لان كابتن احمد كان بيتكلم من شويه، هي خلاص انت اي حد يخش جوه المنظومه هيشتغل. نجيب انا اروح لك للنقطه دي، لان انا عارف ان انت ضد الاكليشيهات في اطلاق تعميم على المدير الفني وتصنيف مدير فني، ده بيتاخر تغييراته ده مبكر تغييراته. لكن خليني اقول لك ان بقى واضح في المباريات الكبيره ان مارسيل كولر مش بالضروره يلجا للخمس تغييرات. هو في نقطه مهمه، هو التغيير ايه قيمه التغيير؟ يعني انا بلجا للتغيير ليه؟ اضافه ان انا اضيف. طول ما الفريق ماشي كويس، ايه المباراه؟ تعال قد المباراه الكبيره اللي مارسيل كولر لعبها مع النادي الاهلي، زمالك وبيراميدز، ايا كان المنافسات المباراه ذهاب. اول تغييرين مع بعض اللي هو حمدي فتحي ولكن تغيير واحد حمدي فتحي سوا صح، نزلوا سوا في الدقيقه كام؟ بعد الدقيقه 68 70 تقريبا بعد في اللعب، وان هم بداوا. انا اقيم التغيير، اقيم التغيير مش متاخر ولا بدري، احدد هو مناسب ولا مش مناسب. اللي بقى اللي يحدد لي التغيير مناسب ولا مش مناسب، عمل اضافه ولا ما عملش. تعال نتكلم عن تغييرات مارسيل كولر تتم وقت ما تمت في الدقيقه 10 ولا تمت في الدقيقه 80. هل في اضافه بتتم بعد التغيير ولا ما فيش؟ تعال نمسك اخر كام مباراه. مباراه النهارده شكلك الهجوم اختلف تماما بعد التغييرات، ما احتجتش اي تغيير في الشكل الدفاعي. ده التغييرين دول تكريميين يعني، اللي في الاخر دقيقه 88 عادي يعني، بطلع ديانج بطلع هاني وبيوصل رساله لخالد انت مش بعيد. انت مثلا كوكا اصغر واحد في السكواد، انت بتلعب يا ابني ماتش قدام الرجاء في دور 8 دوري ابطال افريقيا، فتمام الفرقه كلها في الموضوع. فدي نقطه. مباراه الذهاب اللي نزل سجل على طول، مستوى ديانج نفسه اللي جوه الملعب اختلف تماما للافضل بعد التغيير. فمش بس اللاعب اللي نزل عمل اضافه، ده اللعيبه اللي جوه الملعب مستواه متغير اتحسن لما الفرقه كلها بقت افضل. فدي نقطه. ارجع بقى مباراه بيراميدز، التغييرات اللي نزلت كانت مين؟ لو انا نفتكر بقى عشان ما اقعدش اضيع وقت للاستوديو، بس ارجع انا احكم التغيير مناسب ولا مش مناسب. قيم هنا، قيم المدرب على دي. المدرب حاجتين، ثلاث حاجات اسم: التجهيز للمباراه والسبب ليها اللي هو التشكيل الرئيسي، اداره المباراه بالتغيير. الاهلي شفنا النهارده بيغير شكل الضغط اكتر من مره، بيغير وقفه الاجنحه اكتر من مره، ما بداش بشكل كويس بعد كده تراجع بالظبط شكل الضغط. كنا بنتكلم وقف ال 4 4 2 بعدين بقت 4 5 1 بعدين شفنا ان بقى حمدي ومروان مؤخرين نفسهم، وديانج بيجري اكتر حواليه من هو اكثرهم معدلات جري. ففي هنا اداره مباراه، تعامل طول الوقت. واخيرا الحاجه الثالثه التغييرات. فالراجل بيجهز كويس بدليل البدايه الجيده في اغلب المباريات، الراجل بيدير مباراه جيدا والنهارده مباراه كبيره ودليل كبير على القصه دي. واخيرا التغييرات مناسبه ولا مش مناسبه، انسى بقى متاخره وبدري دي انساه. تمام. اخيرا كابتن ايهاب، يعني نجم المباراه من وجهه نظرك بعد علي معلول، بما ان اتفقنا على علي معلول لعيبه النادي الاهلي، بس انا 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 شايف كولر النهارده ادار المباراه بشكل كويس جدا، يعني يستحق عليها لقب راجل المباراه. لكن داخل الملعب محمد هاني برده خلي بالك، احنا لازم نديله حق، ده حقيقي. محمد هاني والشناوي تحديدا في فتره من فترات لما بيخطاوا الدنيا بتقع. يعني النهارده الشناوي لم يختبر، لكن الكره اللي اتعامل معاها في الدقيقه 28 اتعامل معاها بشكل كويس جدا، والبنالتي كان رايح معاه، والكور العرضيه كلها بيطلع، يمكن هي عنده باستثناء كوره تردد فيها، لكن مجمل اداء الشناوي في مباراتين لسه، ولكن مباراتين لازم تضيف مباراه الذهاب، لازم ياخد ما هي شوطين الشوطين لا قدم مباراتين يعني قمه في التركيز، استفاد برده من خطاه مباراه سموحه، لا كمان سموحه اللقطه العصبيه اللي حصل اعتقد ده اعاده صواب للشناوي. لكن النهارده محمد هاني لازم ياخد حقه، محمد هاني قدم مباراه دفاعيه بشكل كبير جدا، كان يعني تمركزاته وتوقعاته والتمركزات بتاعته الدفاعيه النهارده محمد هاني لمس الكره 60 مره، عمل 2 بلوك، يمكن الاعداد عملوا لنا احصائيات، واخد 5 التحامات من 9، 81% تمريره صحيحه. لا النهارده محمد هاني عامل ارقام كويسه جدا، يستحق الثناء والاشاده من الفتره الاخيره، زي ما انتقدناه فترات كثيره جدا لازم نشيد به الفتره الاخيره بعد غياب اكرم، بعد غياب كريم فؤاد، وجود خالد عبد الفتاح برضو اداله خلاه يبقى عنده تركيز اكتر، لان خالد عبد الفتاح لما لعب اشتغل بشكل كويس جدا. فمحمد هاني النهارده يستحق برضو الاشاده مع علي معلول. تمام، وصلنا لنهايه الاستوديو زي ما تفائلنا بيك في مباراه الرجاء. تقول لنا انطباعك كده وتوقعك لماتش الترجي سريعا. لا ان شاء الله الاهلي افضل، الاهلي اجهز اكثر استحقاقا من واقع المشوار بتاع الفريقين اللي شفناه في الموسم الافريقي يعني.
متفائل وفي افضليه للاهلي. خلينا نتفق ان دايما في افضليه وانت بتلعب المباراه الثانيه في ملعبك، خصوصا لما تكون انت افضل اجمالا افضل. احنا متفقين ان الاهلي افضل، فيجب ان الاهلي هنا داخل الاختبار بشكل مختلف، فان شاء الله يقدر يتعامل معاه بشكل جيد. انا بس عايز الناس يغيروا شويه من رؤيتهم الموضوع. يعني احنا قلنا علي معلول نجم المباراه، كتبت على السوشيال ميديا علي معلول نجم المباراه، فالبعض علي سيء جدا، ده تمريراته هجومي، لا واداء الدفاع النهارده متميز، واداء الهجومي في مباراه خارج الارض لازم احط في اعتباري مباراه خارج الارض قصاد منافس بيطرد نتيجه بهدفين، تعليمات مدير فني، قصه تعليمات مدير فني الى اخره. فيجب ان الامور هنا تكون في المتوقع، يعني اللاعبين بيتابعوا النوعيه دي من بيتابعوا السوشيال ميديا طبعا، ولازم ياخدوا حقوق، لازم ياخدوا حقوق في توقيت انت لازم تديله حقوق بالظبط كده، لان ده هيبقى الدافع لاستمرار الاداء الجيد قصاد ترجي بقى، قصاد وداد، قصاد سان داونز. يعني زي ما بتقصوا جامد على اللاعب في مباريات زي سان داونز والخماسيات الى اخره، فيجب انك كمان تدي له حقه في مباريات جيده وكبيره زي اللي اتعملت النهارده. وحتى لو في شويه اخطاء، احنا ديانج عنده غلطه في ضربه الجزاء، بس لازم نغمض عينين بالظبط، لازم تعدي خلاص، ما مفيش حد بيلعب، يعني ديانج لعب المباراتين كاملين، الراجل لعب 180 دقيقه بدون غلطه، يعني مش هيقعد هنا زي ما انت قلت في البدايه. اه بالظبط، هي ما كانش قاعد في الدوري. خليني يعني اقول لك نقطه تعقيبا على كلام كابتن ايهاب وكابتن احمد نجيب، ان الجيل ده امامه فرصه ذهبيه ان هو يكرر انجاز جيل ابو تريكه وعماد متعب وبركات مع مانويل جوزيه لما وصلوا لاربعه نهائي متتالي، كانوا فقدوا الثالثه امام النجم الساحلي وحققوا الرابعه. فلو الجيل ده نفذ نفس القصه ووصل للمباراه النهائيه وفاز بالبطوله، اعتقد هيبقى عمل حتى افضل من الجيل الاستثنائي، وانه عمل 2 برونزيه كاس عالم للانديه. طبعا يعني بشكرك جدا كابتن ايهاب المصري، شرفتنا ونورتنا. حبيبي كابتن احمد، انا سعيد جدا بتواجدي معاك ومبسوط جدا، ومع كابتن احمد يعني بيقدم وجبه كرويه دسمه، تحليليه دسمه كمان، فمبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، كل جماهير النادي، ومبروك للكره المصريه وصول احد اقطابها، وعندنا بيراميدز عندنا كابتن نجيب، يعني شرفتنا ونورتنا. الله يخليك، لا الشرف ليا، يعني وجودي مع كابتن ايهاب ومعاك بيضيف لي كتير جدا والله على كل المستويات، يعني انتوا اتنين على خلق وعلى وادب وذوق كبير. لا والله يعني ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، يعني اتمنى يكون في اسهام بسيط بس، يعني اشكر طبعا. يعني لازم نشكر فريق الاعداد اللي الحقيقه تعب معانا، وكان دايما يعني في الحدث دايما جايب لنا الاخبار، جايب لنا الاحصائيات طبعا. كابتن احمد الغمري، عبد الرحمن محمد، سليمان العروسي، محمد الصو، ابراهيم اسامه، وكان معكم احمد اسامه واستاذ القاهره على اذاعه القاهره الكبرى 102.2. انتظرونا مع مباريات قادمه ان شاء الله، لكم مني اطيب وارق التحيات.